السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور والورد المنثور وين ما تكونون. أنا محدثكم خالد أحمد عبد الله الخالدي، أبشركم إني أنا بخير وسعادة. أنا بترى وين كنت؟ وين جاي؟ لا والله مشيت بخير وسعادة. معلومة شوي الحسمة يود هو يا غير الويه ما بمترضف اليوم، ويه ما بمترضف. شو مستوي علي؟ الخير خيري وشر خيري، سعيد ومبسوط ومستانس وادق الهيل وغني ياليل ولا اشكو من ادنات الدون. ما بي ما تطير به البعوضه علي ناحه الا من كل خير واناسه. الاناسه والسعاده والرزق والخير، روحك يا البني ادم تكيف نفسك، لا تقول انا ما عندي. ولا عندي الخير، عندي الصحه، عندي العافيه. اللي عندك هذا لو تشوفه جليل، غيرك يفتقره، غيرك ما بموجود عنده. لو عندك أربع شيلات عيش في بيتك، في بخارك، ممسيات بيصبع ليه النهار الثاني، قول الحمد لله. غيرك ما يايد حبة العيش، وغيرك ما يايد صحة النظر، غيرك ما يايد صحة الأمن والأمان، غيرك ما يايد وايد الأشياء اللي الله منعمها علينا. ولازم نحن، ما بلازم اللي عند اللوادم هايلاك يكون عندنا نحن، بلازم اللي عند الناس كلها عندك ما يستوي. رب العالمين ياخذ ويعطي، رب العالمين يحرمك من شيء ويعطيك شيء، وايد النعم اللي علينا. فلذلك لازم تحس بعمرك انك اسعد خلق الله على الارض. كان تبى الله يوفقك، كيف الله بيوفقك وانت تيحد تيحد فضله؟ كيف تبى الله ييسر امورك وانت كله تصيح بالمالحه؟ كيف تبى الله ييسر امورك وانت تشتكي من قل المعطى وانت الله يعطيك من كل باب؟ كيف تشتكي قل الصحة وانت صحك لو يهدونك على يبل خبك تظهرت بالطرف الثاني؟ كيف تشتكي من 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 الجو ولا الحرورة ولا من قل البراد؟ والله عاطنك أربع مواسم حر وربيع وبرد وضهف وعزرائيل وخير. شو هذا كل عدل عدل؟ لازم يوم خوب يوم خراب يوم عدل. اللي والم كنت ما يوالم غيرك، موطن لي فرجا الغير هي في رب العالمين. رب العالمين ميسر الامور، ورب العالمين مشي الدنيا على البقعه هاي تجيها طاف. انت 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 تستفيد، لان الطاف هذا ياهم هناك بيجيب لك انت الغيوم، يا بنك الغيوم. رب العالمين بيسقيهم الغيث، ما بمن ارضك انت، مطر عندك انت يا غير تروي البلاد الفلانيه. تمشي عروق تحت الارض، العروق هاي تحت الارض تصب في البلاد الفلانيه، هذه كلها ارزاق ما يعلمها الا الله. فالادم يقول الحمد لله على كل حال. لازم تصبح الصبح سعيد، ما تنشمش بريك ولا انك تقول الحمد لله نشيت انا بخير وسهل. هاي روح نعمه، غيرك ابوي حطوا راسهم لين اليوم ما نشوا، صاحوهم يوم يومين ثلاثه اي ها خلاص الحمد لله. بعد تحط راسك وتنش، غيرك ابوي حطوا راسهم ما نشوا. لا تحرمنا الشهر انا شيت انت غيرك انا شيت وايدي ما تسمعون راقد هيا وانت سلت روحه مات هي الحمد لله انت ما مت نشيت بخير سهاله. تصبح بر 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 وتلاعن وتشاعن وما تخلي حد ما تخلي مكان ما تصير ما تصير ولا تقز الدنيا هذه كلها. يقول المتوصف ما يرقد المصيوبي، ما يرقد المصيوبي لمضروب برماح، يرقد خليه البال لملهم استراح. لازم تكون خلي بال، لازم تكون خلي بال. اللي ما يرقد هذاك اللي بوي فيه عشق وفيه هيام وفيه محبة وفيه غرام ومتولع، هذا برأيي هذا شأن آخر. لكن أنت بخير وسهال الحمد لله. لو تنجلب السماء على الأرض يطابق البنتين، شي خصك؟ شي خصك بوي في أمور اللوادة؟ مو شي خصك شو عندهم شو ما عندهم. هيئ نفسك ان كل شيء هذا خير اللي جاي منك، حتى لو جاي منك طهف قول الحمد لله رب العالمين. فضل ونعمه من الله سبحانه، اراده الله، لا حول ولا قوه الا بالله، اراده الله هذه. رب العالمين اعطاك، رب العالمين بيخلف عليك، رب العالمين بيزيدك، رب العالمين بيكسرك، الحكمه في ذلك. طرى علي وصف عند هالمصر رب الله تعدوهم بعد هالمصر هينين. والله يبكم ما بهينين هيك، الله اكبر. كان هالمصر هينين، منو اللي هين؟ هم اللي ما بهينين ما شاء الله عليهم. عندها وصف يقولون
اللي طبيعته يعني اللي طبعه راجل احسن من اللي بس شكله راجل، شكله رجال لكن ما في معنى من معاني الرجولة. شكله يعني اللي طبعه راجل يعني طباع الرجال ما بكل حد يطبع فيها ولا بكل حد يفوز فيها طباع الرجال. هي وايدين، فلذاك يقولون المصاروة اللي طبعه راجل أحسن من اللي شكله راجل، يعني بس شكل رجال ولا طباع، ما بطباع رجال، طبايعه اللي هو بنطبع بها ما بطباع رجال. يعني الشيفة والمعاني ضعيفة، تشوفها رجال ولحية وطول وعرض وسقبه هو. يا أخي ما في معاني الرجال، يتحرون وادي يتحرون المريلة في الطول والعرض ولا واللحية والعارض ولا المخنيرة ونشس العقال وآزم يا مهني ويا مهناك. لا، رجال مخابر، الرجال أبوي لومن طيبة، الكرم، اليود، المريلة، أن يلس، أن رمس، أن مشى، أن حضر، وجوده هذا وجود رجل، ما بشكله بس، حضوره وغيابه واحد. اللي حضوره يأثر وغيابه يأثر أكثر، هذا تحس به أنه إنسان فعال. نحضر في بيت ولا ميلس ولا رمس، ونسار وياك في ملكة ولا في حضر على خطبة ولا حضر خاويته في بقعة ولا في مكان ولا في سب. ولأنه عن 10 ريايل وأن صيته وأن خيته ولأن دق صدره ما تبرع عنك، ما من أول جامبيل فتح الباب ونزل ودرك تكمل روحك. هذا الرجال، هب الرجال أبوي، بس اللي زين لسان وجليل إحسان، زين لسان وجليل إحسان. شبه أشوفه أبوي البحر من دونه، اللادمي بس إلا في الرمسة يوم بحتاي لفي أدنات الدون تبرأ وصد عني مسير يومين عن أبوه. شوف فائدة الصداقة، شوف فائدة الربعة، شوف فائدة المخوة. يقول المتوصف: يوم ما زارني حبيبي والديار مخيفة، يوم ما زارني حبيبي والديار مخيفة، لا مرحبا به والديار أمان، يوم أنا حين أحتي تلك صديت عني ويوم أنت أنا صبح ومساء مخلل لك خدي مداس ليل بنهار في الشوفة، وهي والله وإن شاء الله ليل بنهار أبيع الغالي رخيص لأجلك، وحين وقت حياتي تعذرت. هذا الإنسان تلقط الدورة منه ولا تشاهد الكلاب الضالة، لا دمي اللي ما يباك إلا لأجل مصلحة، تشاهد الكلاب الضالة. معلوم الدنيا أخذوا عطاء، ما قالوا خذوا بس عطوا، الدنيا أخذوا عطاء، أعطني وأعطيك، ما عليه، ما عندك بيزات، ما عندك شيء ملموس تعطي، عندك لسان تعطي، عندك الكلمة الطيبة، عندك الإحسان، عندك وايدة الأشياء، اليلس الطيبة، عندك المعنى الطيب، عندك وايدة الأشياء، ما بلازم اللي تعطيني إياه شيء مقبوض باليدين ملموس، يعني تهاديني، معلوم هاديني وهاديك يوم الله منعم علي، أنت ما بلازم الحين أعطيتني شيء أنا أرد لك بعطية، ما بلازم. يوم ما عندك عسل ريجك عسل، الكلمة الطيبة أحسن عن المعطى، بتعطيني وبتغذني، لا هلا ولا مرحبا لا فيك ولا في عطيك، بتعطيني وبتعايرني، لا هلا فيك ولا في عطيك، بتعطيني وبتهيني، والخيبتين منكم ويهك. مثل ما أعطيت الفلانيين وعايرتهم صبح ومساء، شعت الناس أبوي عطوا خيول ورشاب ما حد رابهم ولا حد سمع بهم كان أظهر أو شيء. وحد من العرب لو بيعطي فنيال قهوة شاع وذاع، ما خلى حد في الدنيا العود ما طرى، ولا خلى في حد في شرق الأرض ولا مغربها ما شاع وذاع عند الأخبار هذه. ليش؟ شو هذا؟ هاي عطيتهم بتدخلني الجنة؟ من تمد يمناك يسراك ما تدري، مفروض يوم بتعطي
العدبي يمد من خير، يمد من 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 كرم، يمد من يود، ما يمد حق يعاير. اعطيت حق تعاير لو ما اعطيت خير، بعيد لو ما اعطيت خير. الحين اعطيتيها انت الشيء الفلاني، تبينها تلف الكون وتمجد فيك، ليش؟ شو عطتها انت؟ شو مسويت لها؟ ضامت لها مستقبلها؟ ضامت لها حياتها كلها؟ لو مسويت لها اللي مسوي، ما بلازم الحين هي تصبح وتمسي تشكر فيك ناشه طال عمرك ومسي. ليش ترتدي منو جنابك؟ منو جنابك حق الصبح ومسا يطولون بعمرك؟ ربك انت ما ب طروا الشيء الفلاني، ما كنا اعطيناه، ما شفناهم جابوا له طاري. زين شو هو؟ كم هو هذا كله؟ ترى يوم انكشف ولانه حشف، يوم كشف ولانه حشف، ما في شيء الحين شيء يرزق. وبت هذي به العرب وبتطري قرل من ذل، قرل من ذل، ما بمسوي اللي ما حد سواه. بيقزون الدنيا والميارس والمرامس، عطونا الشيء الفلاني، شيء بسيط ما يذكر ولا ينطرأ ولا يرزق حد يبطاري. عيرسة هذيب؟ لا والله لا بهذيب ولا عندي خبر. ناس ابوي سوت اللي ما حد سواه، الناس ليه بها خير يوم بيعطون قالوا تحملوا تطرون. ترى لا اسمع لا نبع لا حمد ولا شكورة منكم، ندور لجر من الله سبحانه وتعالى، ندور المعنى. اللي يدورون المعنى غير، الحين الناس اغلبيتهم يدورون الخقه والفشره. هذا يوم بيقول لك فلان يوم اعطى ها تطرونه، فلان يوم اعطت لا تطرين انت، حتى لي ياسات وياك تطرين لهم انه اعطتني فلان الشيء الفلاني، واللي ياني من فلان الشيء الفلاني. ما توعين الا الدري وياك لين البيت ويوم وصلت الشيء الفلاني وابدا لا تطرين. هي ما تبه، هي ما تبه حد يدري بعطيته. هذا من الكرم، هذا من اليود، هذا اللي يدور الاجر، هذا اللي يدور الصداقه. ما تباك تطرين اللي عطيتيها حق اللي عطيتي انطريت عند الناس اللي من غير بيشلون طغين. ترى ما حد يفرح، ما حد يفرح جليل 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 جليل. اللي يفرح بمعطى الشخص ولا بمعطى فلان ولا علان ولا زين ولا عبيل ولا كل من عطي، يبون الشيء اللي لهم، ما يبون الشيء حق زيد وعبيد، ما يبون الشيء حق فلان وعلان، يبون اللي كله في بطونهم. وادروا عن كتب الكلام، وقفنا الحين على رامسة هايج، الحين بخبركم عن ابوي منتج مميز لناس مميزين من ناس مميزين. شو السبب؟ لانه تخص شغلها هذا، يسوي مدخل راعية المشروع هذا، تسوي مداخل الاحجام والاشكال والالوان ثابته وكل زين. يا غير المراد فهمه انه الألوان تكون ثابتة وضمان ثبات الألوان على المداخل. تنقش الاسم راعي البيت ولا راعية البيت ولا أبو فلان ولا أم فلان ولا بنت فلان، ينقش على المدخل. ليش لا؟ ليش لا؟ ما يحطون، ما يكتبون على السيوف، ما يكتبون على طرف باب البيت، كل يكتب عليه. احنا حتى المداخل، وهذا إبداع، إبداع في حد ذاته. يمغلف وهذه طريقتها، كراتين ودنيا مكتوب ومعدل وحطون عليه رسالة وطرشين حق ربيعتك ولا أمك ولا خالتك ولا عمك في أي إمارة أي بلاد كانت، طرشين هالبوكسات هذه هدية، أي من عندك وانت بطرشه وباسمها هي بتفرح. حد يعطوني شيء ما يعيبه؟ ما حد يبوي شيء وما يوزل. الناس تفرح بالمعطاء، الناس تفرح بالهدية، ما بلازم يكون تعطين خيول ورشاب. انتي مدخل، مدخل بسيط سعر فنان وهذا، لكن عليه ذوق، عليه اسم. الذكران ولا الحكران كتبتي وطلبتي الاسم يا بولين، هناك يوصل مدخنة ودنيا على هواء. تقولين ما بابداع؟ هذا روح حد ذات ابداع. هذا تشوفينه ترى مدخن، ها حافظ الله على اسم خالد الخالدي، وين متفيزر يا ربي، ها مدخن هذا، كلهم مداخل. هاي أشكال وأنواع إبداعات بنربيكم. هذا المداخل اللي عندها، ها شو مداخلها؟ فكرة جميلة وحلوة، فكرة جميلة وحلوة، شيء فنان وغاوي، فكرة جميلة. يعني أنا ما قد شفت فكرة هالنمونة.
فكرة مميزة وجميلة، وإن شاء الله الإعلان الناجح والله يوفقنا ويوفقها. ومعاها بعد مقيت وهالنمونة، بعد الجسم بعد مقير مداخن صغار بعد في قويطيات تيك ملفوفة هالنمونة، وياهن سيادة الصلاة البان معطر شوكلت هناك شيلة صلاة بعد مقير بعد لفافة مقير هاي يتهنون مطواي عاد شد فتحت عنها القرطاسة بس بخاطر يا أشوف شو بداخل، وشيلة صلاة ومصباح وهذا بعد هالنمونة. يعني أفكار جميلة، هذا فكرة حلوة وفنانة، نتمنى لها التوفيق من الله سبحانه وتعالى وأن الله ييسر أموره، ونقش الاسم على حسب الطلب، شو اللي تبين بيوصل. انتم تشوفون اللي جاي هالمنطقة تعرفون أنا وين ساير. من أوصل أبوي هذا الشارع اللي هو شارع المرور تعرفون أنا وين ساير، هذا خط تقراه الياعد. بخبريكم من قبل هذا أبوي أنا سائر المندوز. سائر المندوز أبوي عندنا تذكير بالبضاعة اللي عندهم والأشياء اللي عندهم، ما شاء الله الريل ثجيل عندهم والعالم وبيع ومشترى ما شاء الله ماشي. غير في شيء أنا أريد بين فترة والثانية أي مكان أسوي له إعلان أحب أني أزوره مرة ثانية وثالثة ورابعة، روحي وخاطري. عقب ما يسوون المكتب عندي دراسة على المكتب هذا ولا الشركة ولا المكان اللي أنا ساير أروج لهذا، هذا يكون أبوي بيننا وبينهم عقد، خلاص عقد سنوي، عقد سنوي لا أسير عند غيرهم، هم بيصيرون شرق وغرب على هواهم الله ييسر أمورهم، لكن أنا يكون بيني وبينهم تعاقد. حين أنا لا ألبس من عند غيرهم ولا ما شاء الله برا ونصور أبوي مكان ما يدخل، ما يدخل المكان، ما يدخل، ما يدخل. يلا بلبس سفرتي وبدخل وبرمسكم، ما ما يدخل مكان، ما يدخل. ها شو السيايين ما شاء الله تبارك الرحمن. ما رنا صور احنا متى مين لسنة اكثر من 45 دقيقة، توها ابتدت تخف العرب، توها ابتدت تخف العرب. سالم تعال ياي. ايش حالك الله يحفظك؟ والله مساك. مساك كيف انت؟ بخير وعافيه. الحين ما شاء الله الشغل ماشي زين ما زين تبارك الرحمن، والدوسه ثجيله عندكم وما شاء الله فنانين، وعندكم هالفنان هذي وراك شوف هذا طالع طالع شو تطلع عليك ما زين تبارك الله. انك تصوره انا ما اكلمك عنه، ما اكلمك عن هذا هذا ايه هذا ها شوف الله عليك هالفنان ايش حالك يعني ابدا لا خلينا منك حياك الله. احنا علومكم ابشرك بخير وعافيه كل شيء زين شيء جديد شيء اخبار شيء جديد نعم شيء جديد مره مره لينك لينك يلا دق الحديد هو حامي سالم سالم القسم هذا مال الكلاود صح؟ هذا نعم الكلاود هذا هنعول الكلاود كلهن مرة هالثلاث مديرات كلهن ايه. مديرات الكلاود زين لكن هالكلاود موجودات من الأول شو اللي يديد فيهن؟ اللي يديد فيهن طال عمرك إننا نزلنا المدير هذا هذا يلد نعام والبكلة يديدة هي ايه أنا ما قد شفت هاي البكلة أول مرة تنزل شو من الألوان؟ ثلاثة ألوان بس أيوة الأبيض والبيج والأسود هذا اللي أكثر ماشي مقاسات متوفر الكبار والصغار؟ نعم متوفرة لكن تناقص ابو محمد الحين ما شاء الله تبارك الرحمن زحمة الحمد لله فالقاسات تنزل بين فترة زحمة الحين هاي كلها الكلاود كلها الكلاود نعم ايوه هاي المقاسات وهاي الحين هتشوفون انا اخذت من هذا الرصاصي على فكرة ولا اللي اخذت غير؟ لا اخذت نعم يعلم البوش العافية يبعد فيك هل تشوفونهم؟ توهم طايحات بين الحين هاي شو معنى كلمه الكلاود اللي قبل ما تلحق على مقابلتنا الاوليه تغطيه يبن نبن شو الكلاود قبضنا وحده منها لو شرحنا عليها الكلاود الله يسلمك اللي هو الكعب هذا انزين نحن مسمين تشكيله كلاود سبه الكعب هذا الكعب هذا مثل ما تشوف الكعب هذا مرن. فيه مرن وفي ليونه وخفيف عرف المرون هاي بس في الكعب ولا في كامل النعال؟ لا لا في الكعب كامل طالع من كل مكان ايوه الشكل هذا اللي من غير بس في بعض الماركات اللي من غير فقط هني وين الكعب نعم هاي لا هاي كامل ابو محمد والماده هاي اصلا يعني اول مره تستخدم على النعول ايوه ما قد حد استخدمها على النعول
وايد فنان. أنا أخذت منهن، أخذت منهن لونين. تعال وأنا شلون؟ صدق هذا؟ شو تقولي؟ أقول لك محمد ما بس تصميم النعال. نحن أول بعد نهتم في الكعب. هذا رقم واحد، لازم يكون عندنا كعب جديد وكعب موالم على الاستخدام. الثاني طال عمرك نوع اليلد، نحاول نجيب هاي يلدنا عام، يلدنا عام. نعم. ومن الاشياء اللي دائما تتحدث عندنا اللي هي البكل. نعم. زين، هاي من الاكسسوارات اللي تهم كل زبون بالنقله، شكلهم فخم بالضبط. فنحن طال عمرك وايد مركزين على النقطه هاي. الحين لو بقول لك عد البكل اللي في المحل ازيد من 20 بكله، كل هذيل يتطور، ما فيهم وحدة شابه الثاني ولا في حتى تشابه قليل. نعم. الحين أراويك موديل ثاني نفس الشيء، في بكلة جديدة وحلو. هاي البكلة داد ولا الوليات؟ نعم. هذا موديل طال عمرك كلاسيك. الكلاسيك الأولي اللي نحن عارفه. الأولي نعم، لكن اللي زيادة عليه السنة هاي البكلة هاي حلوة. يوم كنت بكبرك حلو. من عقبك وحنا. تبارك في حياتك يا سعد. وها كعبها نفس هاي لك؟ الكعب هذا الأشرة اللي لابسنا أنت الحين. آه. زين. كعب الكلاسيكي تقريبا. لكن. الفنية ودر أنت هذا، أنت لك ال 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 الملمس البطانة هذه ها اللي الأول تشري الريول وتقطعهن، تقطع سقف الريل، هذا الحين غير تعدل وكل سووا البطاين وشكلهن فنان والفنشينج مالهن وايد غاوي سبحان الله، يعني تعدلت الأوضاع. يلا ما زانت الا على هالرويلات. يلا اي والله. الله يبارك فيك يا سالم. بنشتغل نحمل القسم هذا، بنرويكم ابوي القسم هذا، قسم الكديده يسمونه، قسم الكديده اللي ما فيه مواح على النعول، هذا ابوي يصلح لهم. هذا لك بالتحديد ابو محمد، هذا مديلهم وبي للكد، هذا لك وللزمن. معلوم انه صخيف رهيف من خاري ونعيم وبطانته فنان، لكنه للمكد، للمكد يعني لك وللزمن. لا تحرى عمرك انك بتلبس يوم ولا يومين وبيعول ولا من عقب ما تتمسح بيتقطع ولا بيبهت لونه، لا خاوض في الفلايه وفي البرج وفي القيله، وين 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 غاله خاوض بيديك وريولك، ولا بيعولن لك وللزمن. ضمان عليهن انك لو تكدهن كد اليهد ما عولن. تحيد يوم هاي السنة ساير طال عمرك فصل لو شال الموديل هذا بترد له طال عمرك بتصير بان وين تبا. شوف انت هذا ابوي حق مخاوض ابوي الوديان والدنيا. الكعب مال ابو محمد نحن نسميه درايفر، ما يعول ما يتشمخ وتنظيفه سهل، ونفس ما قلت اللي دوسه شديد على المعول عليه ليه ما في مواه مرة على الكعب هذا اللي هو الدرايفر. في منه موديلين يدار وين هن؟ هذا وهذا. ايوه هذا واحد. نعم. هذا واحد وهذا الثاني. موجودات جميع المقاسات والله الوقت ما راح اقول لك كل القياسات لان الزحمه طال عمرك انتهي من ساعه ما تتصور. اي نعم نعم غير الحين سبت الزحمه، لكن اللي بي في وقت ندور له القياس من عندنا ولا من الفروع الثانيه. الله ييسر الامور كلها ان شاء الله. شيء بتخبرنا بعد سالم؟ أخبرك وايد. تسلم. المصريين يقولون ياما في القراب يحاوي. اي ما شاء الله. انت امثالك هاليومين على المصريين شوي. اي صدقاني ترى احبهم. شو قلت حق المثل هاك اليوم؟ وين منهم هذا؟ شو اسمه؟ طبقت في لساني مثل. نسيت عاد. يقول شو اسمه؟ اسمع كلامك. اي اسمع كلامك اصدقك. بغيت اقول حق حد مارم انا جبني المثل واقول منو بحصلك. اي والله اسمع كلامك اصدقك. اشوف امورك استعجل. ما لقيت له مناسبه بحصل ان شاء الله. ان شاء الله ما تحصل لان اللي عندك كل مناسبه اي وادي يا سالم. نبغى نتكلم ابو محمد عن الموديلات اللي فيها خصومات. هاي اللي كلهن يشوفون عليها خصومات. ثلاثة أرباع الموديلات اللي موجودة في المحل عليها خصومات، تبتدي من 399 درهم وانت ساير، ومن قبل كان على 700 و800. زين والحين سعرهم نزل. الحق هذا ابو محمد. نعم. هذا سعره قبل
695 درهم، الحين استوى 550. تدري ان عندي ثلاث الوان من هاي؟ يلا اي والله. لكن الحين انت قبل ما تلبس وايد من عند الكلاود. اي والله يا اخي سويتوا لنا. اي والله يقول لك الجديد حب الجديد. اي والله نفس الشيء ابو محمد، كلهن ابوي عليهن خصومات هذه تشوفونها. هس هالثلاث صفوف هني ب 499 درهم. الحق انتوا على المقاسات، انتوا تعال الحين اللي يبى المقاس اجي يلحق قبل حبيبي مره، يجي قبل الحشر بعشر، هبي يوم مره مره ما شيء وقت هالساعه ما شيء فايده. تشوفون الصفه اللي من عقب الكلاب بالطرف هذا، ها كلها مديلات جديده، كل هالمديلات جديد، شيء كروكوداي، شيء مال حنيش، وشيء مال هذا كعب الكالهاري عندنا من الكعوب اللي منزلينها الحين من 3 سنين، لكن استوى الكعب هذا والتصميم هذا لزباين. عرفت؟ ولدي احمد بديته بعد عنده منها البارحه عندنا هني. خذ شيء؟ يلا خذ. نعم المهم طال عمرك ابو محمد، الكعب هذا بعد نفس الشيء خفيف وفي مرونه وعملي. وفي عده الوان على فكره منها. الوان كثيره، هالموديل من 6 الوان. لكن ان شاء الله انكم تلقطون مقاسات، ان شاء الله انكم تلقطون مقاسات. في النهار يكون شوي ترى اولم عن الزحمه، في النهار شوي من عقب صلاه المغرب عباس على دباس، لكن في النهار شوي اخف الدوس. ليه بيجي النهار بيك فيقول مهما يكون عندهم كاستمر سيرفيس ما مستحيل يغطون الامه اللي فيهم، لكن نطلب من الخدمة منكم انكم انتم تساعدون ويا الجماعة، المعروض وايد والمخزون اكثر، كل شيء طول مخزن ميود وكل مرتبينكم اياه يشتغلون اكثر من تخلص مناسبة جهزوا المناسبة بعدها، متخلص من مناسبة جهزوا المناسبة من بعدها، يشتغلون على قلم ووساق، مصنع بزم وعراء يشتغلون 24 ساعة كامل طاقتهم الاستيعابية، ما بمقصرين، لكن المساعدة من الله ومن ثمنكم انكم انتم تون وقت تهون كم واحد هنا كلنا سارا، ما شيء ما شيء ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. مكان طولت الله اكبر منهل؟ ليش حق النفرات غير انت يقول ما يقدر لين بعد العيد؟ بعد العيد هذا سويت له خصوصي الحين، ليش؟ ان شاء الله يسوي ان شاء الله. يعني ليش هذا نفرات الحين قبل شوي قلت بعد العيد وهذا قلت له الحين؟ على فكره ترى ما عندك نادر وايد منهل، منهل يلبس كنادير فقط في المناسبات، والحين يوم شاف قال ابوي ترى ما فصلت حق عمري، قلت هيداك ابوي تسوي اعلانات، وين بتفيج انت حق الكنادير؟ سالم؟ وايدات اللي يجي يقول ابوي اني المكان كله ريايل، هذا كله حق الحريم ابو محمد. زين لكن المخطف هذاك باب واحد. نعم باب واحد طالع من قسم الحريم ما راح تقول بايسار. ابوي لي من كبه تدخل تاخذ اليسار، لا تصير وين الرياي قسم الرجالي، هذا قسم خاص لولادي وحريم، حق اليهال وحق الحريم. فلذلك اللي بتي لا تتوقع انها يعني بتلقط زحمه، تدخل يسار. الاوليات كلها صورناها. نعم. نبي الجديد اللي حين حق العيد الجديد. نعم اللي ما بنصور غيره، ما بنصور غيره، ها كله نحن مصورين لشرق وغرب، نبي الجديد اللي بتلحق على الشنطه هاي من هني طال عمرك لين بنقول العيد اضف راتبها. العدد منها بسيط ابو محمد. والالوان؟ الالوان 3 الوان، اللي هو الرصاصي والاسود والخضر الغامق، هذا البترولي، هذا اللون البترولي، هذا اللون البترولي. شنطة فنانة. شو عن أسعار حسالم؟ هذه على 1600 درهم يل طبيعي 100%، والحاضر ما في مدح طالع على التصميم ما عليه كلام. أما اللون هذا البترولي غريب. كل وليات ترى بدل الودي هل، وما شاء الله الشغل ماشي زين، ترتيب فنان، نعول جواتي، والمكان ما شاء الله على ما تشوفون. والحبيب ها الحين طمع قال اخي طولي 3، حق واحد حق الصبح واحد الظهر واحد العصر. طلب اللي تو يقول له بفصل اباه العصر خالصات، قلت له لو طالب سندويتش يمكن يطلبه هاي تندوره. جديد اليحال الولادي
خليكم باقي الموديلات طالع هالموديلات. يا سلام يا سلام يا سلام يا ربي ما زينه. هذا أيدد الموديلات ولا هذي؟ هذا تبارك الرحمن. عاد هالعنب محمد ما بيجي متى هاي يوم تشوف الياهل لابسينها ضحك. اي والله فرحة بشكل غير. اي والله واكف امهات تبكل هني ها من غير. منو اللي يصممكم هالديزاينات مال يحيى؟ انت روحك تعرف. اي والله الله يحفظه ان شاء الله. واحد دويق 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 يستعان فيه ابوي بجميع مصانع العالم وهم الامارات. المشكله ما طاع ما اعطانا الرخصه ان نطريه منو. جميع مصانع العالم ابوي تستشيره في التصاميم والديزاينات والالوان والموديلات وناجح. كل اللي صمموا النعول هذيلا يتاكدوا زبايننا ان هم الناس اللي صمموهن منهم وصلت الرساله يعني اللي صمموا منهم وفيهم. نعم. اي من البي من 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 من, من شيار دارنا يعني. الو الو شو اسمه هالريال؟ اشفاق. اشفاق ولد مالي انا سعيد. شو خيط خلق؟ ربدان. ايوه ربدان ياباني. ايوه هذا ربدان. ربدان طالت اعماركم شبيه الزبده عندهم موجود لكنه لكل الزمن. لكل اللي يدور ابو محمد كندوره خفيفه اي للصيف. اللي يدور كندوره أيوة. خفيفه وخلق طايح لا يدور غيرها. اي نعم انا اشهد. وضع عادك وضع بنسوي لك ابو محمد كندوره منهن ويربها. شو البسه بالله عليك البسه هذه؟ هذه هذه. هيا يا ابوك انت ريولك روحن هاي فنانات انت. اصبع والله ما شاء الله تبارك الرحمن يا غير غرامي الموز. هي والله سمعت فيه قرفول الموز هذا قرفول الموز. صبيعات اهلك برميت برميت ما شاء الله عليك بحليا ريولك روح فنانات. نعال ذهب رويلاتك ما شاء الله عليك. هو هو العب يا الاصفر العب يا نون العب يا نون العب يا نون العب يا نون. خوض ابوي الدنيا كلها الخط لك متاح ومباح. سر وين تبى سر وين تبى ابوي وغرد وجسم ود وتعال وارفع ابوي الدنيا كلها مره لا تخلي شيء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. وصلنا منزل الشيف الكبير الفنانه اصغر شيف في دوله الامارات. ايش حالك حبيبتي؟ كيف انت العاش؟ نحن في وين؟ اي شو اسمه فريجكم؟ خليفه الف. نحن وين سايرين الحينه؟ استديو 10. يلا توكل على الله. يستقبلون العائلة وبنصير الحين وياهم في بيتهم هالفنان. الاستديو مال العاش فوق في الدور. العاش في أي صاحب في أي دور؟ دور ثالث؟ يا ربي العاش هذا الاستديو مالك الجميل؟ يا ربي ما شاء الله عليك يا العاش. نسوي مطبخ سبيشل حقها ما شاء الله. وهذا اللي مصور. السلام عليكم. سلام. كيف حالك؟ بري قلت يعني انجليزي. ما شاء الله عليك يا العاش تبارك الرحمن. هاي تجهيزاتك اليوم شو تبينا نسوي؟ نسوي بلاليط. بلاليط حق ريوق العيد ان شاء الله. وكل شيء جاهز عندك؟ زيت بلاليط زعفران بيض شكر الهيل والشكر نبتدي ولا بعدنا؟ الحين منو بيبتدي انا ولا انت؟ عادي. نحن الاثنين مع بعض نصنع محتوى جميل فنان في هالمطبخ الفنان. ما شاء الله ما شاء الله على مطبخ العاش يجنن. هذا كله اهتمام الوالدين في تنمية القدرات وتنمية المواهب. هذا كله يرجع الفضل اول شيء لله سبحانه وتعالى ومن ثم لوالدينها امها وابوها. بغيت اجي على وجهي اللي هم مساعدينها في هالشيء لتنمية الهواية الجميلة هذه. ما بالك طموحهم عالمي
وصلت انها اصغر شيف في دولة الامارات، وطموحها العاش انها توصل الى العالمية، وان شاء الله ان الله سبحانه وتعالى انا اتحرى يعني ما حد يعرفها، العالم كله تعرفها، مشهورة طلعت في الانستغرام ما ادري 100,000 ادمي عندها، وكل الناس تقول من دبي من شرق ومن غرب، قال ابوي انت اللي راقد كيف يعني ما تعرف الناس كلها تعرف، ايش دراني؟ سامحيني حبيبتي والله ما كنت ادري. الله يخليك حبيبتي. هل اثناء الماي اللي بتحطيه بضيفينه بعد الحمسه لا اشتغلت ما يستوي تتكلمين شغلت الحين على النار، هذا لازم ايدك في مكان وتسمعين وتتكلمين. الحين الماي لازم يكون حار اللي بضيفينه، صح ولا لا؟ ايوه لازم تشغلين الكتل شغال؟ ايوه الكتل لازم يكون شغال. جميلة شف وجميل وكل شيء يسوي جميل، أروح أبنى أي شيء حار العاش على الضوء على النار لازم تضيفين ماء حار، ما تضيفين ماء من الول أحسن مني، أولا ما بياخذ وقت السوى ومني أس اليوم خلنا نتعلم طريقة جديدة ونسويها على طريقة اللي هي البيض المفلفل يسمونه. بيض المفلفل كيف تسوينه؟ أول تحطين الزيت. بنتنا العاش عادة تسوي البلاليط بالطريقة التقليدية اللي هو بلاليط وحطوا قرص بيض. أوكي هنا. حطوا قرص بيض من فوق جمعوه جنبي، يا غير اليوم بتسوي بنتنا العاش بلاليط يكون البيض متفلفل فيه في نصه ويخلط بيطلع شكل أحلى. شكرا. أنا قلت عفوا. لا أحلى شيء. إن شاء الله تعلمت بعد 3-4 طرق من البلالي. هاي اليوم طريقة غير عن طريقة جلدي. أكيد أنك رجعت. فنان وسهل. سهل بسيط ورقم واحد. زين. هذه الهدية طالت أعمالكم مقدمة من بنتنا الغالية العاشة. عاشة أنا قبلت الهدية لكن ما باخذها. أنا هديتي يوم بشوفك ماسكة أكبر شهادة مستوية شيف أصغر شيف لكن عالميا، هذه هديتي. شو رأيك؟ هاي الهدية أنا باخذها لكن بخليها، وهذه لازم تأخذها ما علي حبيبتي. شو كاتبت لي هالكثر؟ استونست بزيارتك ومشاركتك لي في الموسم الأول من بالعافية. وشدنا بالعافية عليك وعلى هلش، والله يعافي هلش على هالربع المميز. بخليك يا بنتي وطرح فيك البركة، بنشر حسابك الانستغرام ومال يوتيوب ومال السناب. شيء بعد تبين؟ شيء زيادة تبين؟ لا شكرا ما قصر. الله يحفظك يا بنتي. ردينا بيتنا بحفظ الله ورعايته من عقب هاي المعاماة من أول النهار لين الحين. اي والله مكدود كدري حد مكدود. ها الهدي اللي معد لبنية حليلها ما رمت ما أخذها، شو أسوي؟ عزرت علي مليون يمين ما رمت أقولها لا. هي والله هذا طالت عمرك بيها قلنا إعلان إعلان مميز، 6 كراتين مميزة مكتب عليهن الدنيا ودي شيء للبارد وشيء حار. أحب نصور بنخبركم شو ما تشوفون أنتوا الكراتين هالنمونة عرفوا أن أبوي منتج مميز. هذا طالت عماركم البوكس الأولي مال ورق العنب، السوس والخلطة ماله خلطة العادية، وهذاك السبايس الثاني، وهذه الطريقة أخبركم عن كل شيء. هذا أول بوكس اللي هو بوكس ورق العنب، والورق العنب هذا ما أتوقع أن حق نفر من فريد، هذا بوكس عائلي، بوكس عائلي أشوفه شيء من العظمة. اللي يميز البوكس مالهم هذا منتجهم انه اولا منتج وطني، اسم طريقه هذه اسم طريقتهم جلبها وغرجها جلبها وغرجها بهالطريقه، بس حق تشوفون طريقته. عندهم
سوى ساعة اثنين. هذا السوس مالي. هذا السوس الثاني لمحبين السبايس. بعد من ضمن الخلطة اللي فيه. ناهيك عاد عن المقرمشات. كله مختوم ومعدل مزين وبإحكام. وبإحكام. هذا الشيبس مالك. ما يبى تعب ولا عبالة وانتي جالسة في بيتك ها. شيء لا صار ولا استوى. الناس كلها تبى ترويكم الخدمة الفنانة. شوف قال طريقته. ورق عنب مميز ذو رائحة نفاته جميلة شيفته لذيذ. والله يا ابوكم عزمت اسمح حالتي لله وايد لذيذ وفنان من شكله يعني ضاول الريج. يوم يقولون شيء ضاول الريج يعنون هالمشروب اللي هو جلبها وغرجها. هذا طالت عماركم ورق العنب اخوه ملفوف. بدل ما هو ورق عنب ملفوف نفس الشيء ونفس الطريقة بالسوسات والمقرمشات وهذا هو الملفوف. وناهيك عن كل شيء عندهم الخواشيج والفايبس حق التمثيل والصحينات. هذا اللي بيطلبون رحلات في بر في جو في عزبة في سيح في أي مكان تطلبه ويوصلك بهالطريقة. صحونة شوكة مع ملاحات سامانة كل فيه. الشيء غير هذا طلعت عماركم نوفو بوكس الفتة. الفتة 6 كواب بالسوسات مالاتن وهذا بعد نفس الشيء. لبها وغرقها. لبها وهذا بوي السوس مالها حق 6 نمونات. ما شاء الله عليه حية تفاد راعية هالمشروع. حية تفاد حية تفاد تعرف اللي هلع العرب. ما نقول عن شيء. توب ها. هذا بعد تبعك. كلها اشياءها فنانة ومميزة. هذا تشيبس عمان ما ادري شو هذا. لكن هي تشيبس. قربل الله تحدوك. الابداع يكتمل بالسويت. سويت البوكسات. 12 نوع سويت. شيء بالستروبري، شيء بالمانجو، شيء بالبلوبري، شيء بالكراميل، شيء بالشوكولات، شيء وايد هالاشياء عندها. حقيقة تفاد اقول لكم ما خلت شيء ما سويته، ما اقول عن شيء. والله. كل شيء كل شيء فنان. طالت عماركم بعد عصاير. عصاير شيء كركديه، شيء موهيتو، وشيء وايد الاشياء عندها. اشياء اشكال وانواع. الكوفي هات على ما تشوفونها عدة أنواع. مشروع جميل ناجح 100%. لا تقولون ما حد قال لك تصور لي حق يظهر وجهه وياه الأشكال الجميلة. أنت ما بنحاسب فيه. تصور التحينة زين. شوف أقول لكم شيء فنان وزين ما شيء شرعي. يا ويل عاد ما يا أخي والله إنه فنان. بس إلا تركيبها ما شاء الله عليه حية تفاح. يلا بس عليكم بس عجزتني. اني اكذب عليكم اقول لكم اني انا بروم الحين اسير اجري ولا اسوي رياضه؟ لا والله ابوي مهروم. انا الحين طالت عماركم اسير بصلي بحط راسي بريح شويون. اي والله ترتاح ملائكتي. انا ابو من صباح الله خير وانا ركيض واحد. لا والله برتاح. يلا سامحوني عاد. مساكم الله بالخير. تقبل الله طاعتكم. اقول لكم ما رم تمشي والله. ما رمت جيت عقب ما صليت العصر حطيت راسي ويوم نشيت ولاني ما اروم حتى امشي خطوتين. ما بمارو في بخير يا غير ما في هبه.
ما فيه عزم. هي ماركت زين ترى بخبرنك بدال ودي هلف ان اللي بيسوي رياضه لازم يكون شبعان رقاد، لازم يكون ماكل زين وشبعان رقاد، ما بدنا مرهق من قل عيشه ومرهق من قل نوم. فلذلك بوي ما يستوي راعي المهرتين مره ما يصف ذكار. خصوص الساقو، الساقو يقولون يوم يقولون عن فغل فغل يطرون هذا، ها شو جاي تري ري وغرافه هالنمونه هي، يطيح غز ما يطيح فغله وحده، هذا الساقو هالنمونه شو قال يطيح غز واحد وينقصها ينقصها شرات ما تقص الهريسه، شرات ما تقص الهريسه، شفت يوم تقص الهريسه هذا الساقو، هذا ادب الساقو اصول الساقو. مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. صلاح بن احمد بن عبد الله الخادي وصل عندنا، وابشركم ان اليوم متشحل ومتعدل مسوي الوجه. شو مسوي حق وجهك؟ شو مسوي حق وجهك؟ سكراب. مسوي له سكراب، صار ابوي وده الصالون وعدلوا الوجه وعدلوا الدنيا وغادي ابدا، ها ما شاء الله عليه. حلو غادي اليوم صلاح. شوف ها. اي ما عليه. كان حلو اليوم مستوي كيف؟ خلاص زين. زين. خلاص. سكر؟ ما تبى ما تبى حد يشوف هذا؟ أنت على اليوم. ممنوع. يلا يلا. صلاح معطوي معطاي أبوي خط، والخط هاللي تشوفونه ممزور لين عينه. ما يبى حد يشوف، قال لي لا تصوره ولا تخلي حد يدري به. شو داخله صلاح؟ يلا. جاي لنا خط. ما رقد من البارحة لاوي عليه. عمي الله يطول بعمرها ويحفظها ويجزاها الله كل خير على هال على كل سنة وكل حول على طولة عمرها وعمر عيالها وعمر أبو عيالها. آمين يا ربي. ها شوف ولا طاعي قبضنا إياها، مرضام جايين وقالوا هاي سيدي أعطيهن منو أم محمد حفظهن له. عمي العمية وين يا نميلة بمي ولا فيها؟ لا عمية بالعمية. أمهاتها بأمهات 100 أمهات 500 ها زين؟ هذول يبونهن ترى صلاح شي شرات تبعث في الصندوق. فيه. مالات العام لين الحين ما خلصها. ما خط... ما حتى حتى 1000 ما صرف منهم مالات العام. ها سر اعطيني اياها. وين؟ هاكي ها سر هناك بدن اللي. قاعد تردهم في الخط؟ اي خليني. انا الله يسلمكم من بوني مخبر صلاح وقايل له اني بودي وياي المغرب، صح ولا لا؟ اتفقنا. لكن صلاح لان الدري والمالك ما يروم يصير والسب شو ما عنده فيزا، من لو جهزنا فيزا لو اعطونا فيزا بنودي صلاح الدري. هاي وحده. وثاني ثم الثانيه ابو احمد اسمعني، انا بوديك بخلي حد هناك يتعبى منك، لكن ما اعرف حد هناك يكون حد حق تسبيح وتحليج وتلاقي الحمام، هذا انا ما اعرف حد زين. العيد نحن يوم السبت بني من رحله العيد. يوم الاحد بسير بكدبي وبنبات في دبي، شو رايك؟ ولا يوم السبت جيت وسرينا دبي، ولا يمكن بعد ما اسير رحله اودي اسير بكدبي، شو رايك؟ نسير دبي وبين لك يوم ولا يومين في شو اسم الفندق؟ فندق داون تاون، ادرس داون تاون، بتجلس يومين وبتي وخلاص انا بطير. مراكش 8 ايام والرباط 8 ايام وبي 16 يوم كلها تصير ولا 14 يوم ما بتاخر زين. الدريول عندك والبيزات وعندك والبنك والدله والكل والام محمد وعندك واخوانك واخواتك عندك والدريولية عندك والبشكارات وعندك وكل حد عندك. انا ما بتاخر انا بس 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 كل يوم تجيني ساعه، الساعه هاي ما بتكون موجوده في حياتك لمده اسبوع. انت ما بتجيني؟ بس ليتي زين زين. منو سوى الشنب اليوم؟ اي ويا هذا با ها؟ اي ريال منو؟ ما اعرف صالون. صالون وايد حلو اليوم، اليوم حلو رقم واحد كل مره خلي يسوون هالنمونه، لا تسوي غير. منو بتحلو؟ خديه مشحن اشوف.
اشوف طالعني لا سو قمة غامس شوية طلع غامس حق يبين لك حال لا ها ها طلع اشوف زي اشوف يا سلام ما شاء حلو رقم واحد بس خلاص رقم واحد الحين ما شاء الله منو مشحلين لك خليه باب خليه حاضري لا عصمت يا مناج يا بنت احمد لا عصمت يا مناج صلاح وين تبع تبع عود معطل ولا عود عادي ما اعرف انت شو تبع ما اعرف نحن اليوم بندخنك بعود معطر شو رايك ادخنك بعود معطر شو رايك انت شو قلت برد اصور الاول العود اللي تزبد من فوق ها وتتعارق وتازم ابوي تفور ها قالوا الوادم هذه اخير العود الحين هاك يقولون اخير العود متى يوم العود لا بمسك ولا بمعطر يوم العود ما بمسك ولا على عمل بحرق على خلقة الله ويزبد تزبد العود وتتعارق فهذه هي العود الطيبه يقولون رويانه اما انك انت تصب عليها عطر وتازم تفور فهذا شيء بديهي يعني انا مستعين من العرب تفور العود تفور عود هي مظهوره من عطر لازم بتفور شو الغريب في الموضوع يعني مظهوره من مضرب كله عطر منفضوها حطوها في المدخن لازم تفور شو المشكله يعني العود الفاخر هاك اللي يفور وبلي عطر فهمت صلاح دراني دبي انا بس ادهم بس انا لا انا معك انا وانت وادهم دريبل زين بين ايدس يوم ولا يومين بعد العيد ولا قبل العيد على هواك بعد العيد بيوم شو رايك ولا بيومين زين بين ايدس يومين بني شو رايك بتستانس بتعمل الله خير بنسولف زين صرت وين تو من الصبح بليه ايش والله يزع يقولون صرتوا لي بالبروفيسور مع البرانيس خذيه خبرت ليش ما قلت لك انت وين انت انا موجود ليش ما خبرتني بس كبير كم واحد كتب انا خذيه كتب واحد ولا اثنين اثنين واحد حقك واحد خذيه سووا لكم تخفيض ولا لا كم عقوا عنكم كم هذه 100 اشوف كم 300 عقب إيه؟ تسوي لكم ديسكاونت إيه؟ انت دفعت بيزات ولا خديه هم الاول خديه قلت لها شكرا اختي ايه تستاهل يا صاحبي شو اللون اخذت انت ابيض انت باللون انا ثانك يو انا ما قلت تكذب بس شو يعني خديه اروح البحر لا الخميس ما بروح البحر بروح يوم الجمعه البحر موجود انا هني باكر الخميس انا ليش لا يوم الجمعه لتي إجازة إجازة يوم الجمعة يوم الخميس دوام تعال يوم الخميس يوم الجمعة التي زي حبيبي من الحين تعطيني خبر عن سيارة يوم الجمعة يوم الجمعة أبي خبرية خلاص زي الله يحفظك ما عندي مشكلة إشكاله ولا لا لا أبدا ما في مشكلة هدى برايها تينا ولا لا 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 هدى ما خليها تي ما حرام 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 حق هدوم العيد ونعال كم عطيته من المعاش ولا من عندك انت بخشيش لا شو هاب فروم سالري ها الله 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 يا صلاح شكرا يا صلاح 300 من اللبس بنطلون وقميص ونعال وجوتي وعطر هذا كله 300 300 صلاح بتتوالد هذه بتربي يعني 300 كان زدت بعد 200 صلاح بعد
بس غيرت الموضوع؟ ابي الجاجل لا ابي شو؟ الجاجل متى؟ الخميس لا الخميس لا يوم الجمعة جازة الجمعة هي الجمعة برايك التي لا حال إن شاء الله إن شاء الله ما شيء مشكلة منو؟ بح على كيفك أبوه حينة؟ تبوك ياي؟ ما خلاص كم ساعة حينة؟ كم حينة؟ كم أنا ما أشوف ما أنت تقول كم ساعة؟ عشرة عشرة لك لا بالضبط عشر وكم؟ عشر عشر وخمسة حينة خمسة وين بسيرون؟ خلاص بس الله يحفظك انا بخير الحمد لله بس ما حبيتني تراك اليوم ها اي قفل علي امي صلاح يلا مع السلامه حبيبي باي باي الله الله في عماركم صلاح تمام تحمل باي باي عطيه شرب ماي فيصل أنا طالت عماركم متى يعيبني الرطب يوم تقيض العين قاضت العين من تقيض العين ويغدي أبوي من النغار بعشرين درهم وينزل بعدين لين 15 و12 من النغار هاي الساعة أنا أفرح بالرطب لكن الحين الرطب يحزي 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 هاي يسمونه المصخر المصخر لكن انا افرح بالرطبه يوم تقيض العين فلذلك كنا وما زلنا حاليا معتمدين باعتماد كلي على الرطب على السح فالسح طالت اعماركم مشاريع ناجحه وهذا مشروع ناجح جاينا من العين من العين دار الزين نمونه نمونتي 3 4 5 6 هذا حين معدل مزين مطرش لنا بنخبركم عنه الإخلاص الملكي ها كلنا نحن بنرضيكم نحن ما بنيود شيء عنكم هيبة ما بنيود عنكم شيء كل شيء جاي لنا نحن بنصوره لكم هذا الإخلاص الملكي اللي راويناكم فيه لا تقولوا لي شد شفتوا خلاص انضامد هالنمونة لا تقولوا لي شد حد ينا أو خرف أو ضامد إخلاص هالنمونة ما يدينش في العقل هذا طالت عماركم اسمه يلو دايمون يلو دايمون ها صار ورياي طالع النظافة اللي فيه ضم هالسح يوم يقول لك ضم هالسح عن أغلى الناس يطرون هذه السحة ضمها بعينك ضمني في عيونك وغمض يطرون سحة الخلاصة هذه أنا ما أقولني ناوي أودرها وخلاف أكلها لكن ما هان علي باكلها حيل وخلاف من أكل غيرها سحت مبارد ما في كراسه هذا نوع ثاني شيشي ملكي شيشي ملكي ما بالشيشي العادي اللي من هذا السايب العادة عجب العجاب جواهر 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 ها جواهر شوف الحجم هيا ما أقولك ضمهن عن أغلى الوادم يعطون هذا فاهتمام راعي المشروع هذا اللي من هالعين ريال هالاهتمامه ما بالليل ما أخذ ما تنقي أبوي خيار وخرايف وخارف وزار فاصلنهن ويخارف من طرف لا متنقي الجودة وطريقة التغليف وهطوس المطبقيات اللي تشوفونهن هطوس هذا سكري ملكي من يحمل لونها ما يبالي كلام شوف الله عليكم فرق ثلاث ما يقضي بشك هي مو السكري الملكي يحطون هذا الصقعي كله ترتيبه ملكي ها يا غير صبيعات عروس طعمه زينه هذا الصقعي الملكي بعد كله فنان وكله مرتب وكله قاوي وفراده ما شيء شراته لا تقولون بعد لا حد يقول منكم شاف شرات هذا ابوي نقوه النقوه هذا رقم 4 وهذا رقم 5 هذا خلاص يغير بالمكسرات خوه يغير هذا ابوي مظهوره عن طالة عماركم القعامه والطعامه ومحشاي مكسرات
من خيار انواع المكسرات ما يبقى كلام. اما عاد هذا فهذا طارق عماركم الكنز اللي فيه احب ان ارويكم اياه. هذه اللي تشوفونها هذه عاده اليمال بعينها، هذه يسمونها اليمال بعينها. يوم تتيمن حد جاينا في سيح في بر في سير في يي بتندب حق حد شيء فنان، هذا طارق عماركم، هذا اخلاص نقوه بالطحينيه المكسرات، بالطحينيه والمكسرات هذه اللي تشوفونها وزعفرانها ومرشوش معدله، هذه يوم بتحط شيء ولاني يمل يبيض الوجه، انهديت وانجسمت وانحطيت فاله ولانها شوف الله يعين، صورني رفعت التليفون من هناك تكسر من هناك اظهرني كامل بهالاجسام كلها. انتم بحياتكم شفتوا هالنمون؟ شيء الذهب الاسود تعرفونه، الذهب الاسود تعرفونه، لكن ابوي الذهب هذا الاصلي، هذا ابوي ذهب، ذهب اهل الخليج، هذا الايتام، هذا الاعتماد الرسمي عليه من عقب الله على هذا. على هذه سحوح غذاء متكامل ما بارك عاد بي صفوة ورقم واحد. ارفعوا الشاشة وادخلوا حسابه. هلو هلو يو ار ذا مانجر، هاي ترى هي المسؤولة هنا في الجيم الكبرى، مدير مدير، هاي اللي تشوفونها هاي هي المدير. But you are doing boxing. With Glenn. With who? Glenn. Glenn is my boxing coach. Hello, Captain. How are you? You teach her how to do boxing? Yes, yes, yes. So but that she can keep us in line. Uh-huh. But so she's... If we will not do our job properly, she will let us know. Thank you. Hello, Captain. Nice to meet you. How are you, my brother? ما شاء الله ما شاء الله، you look very handsome today. Thank you so much. والله العظيم ينك مرة not handsome ولا الله قال، والله العظيم ولا شيء ولا شيء زيرو. خلينا الجمال لك انت. اشكر فنك حبيبي. شو اخبارك كابتن؟ يوم تمرن ان شاء الله عندك ريو اليوم. ريو؟ لا ان شاء الله. زين توكل على الله. انزين كابتن، ترى من هاليوم مايا؟ ليش مايا متعايز؟ لازم تضغط عليه شوي. ما شايف هاي يوم؟ لا والله هم فن اليوم ما رقد، هو مقتنع ان اليوم اللي ما براقد وما متغذي زين ما يقدر يتمرن، ما يكون عنده. راح نحاول نشوفه بكره ان شاء الله. لا موجودين بكره ان شاء الله. ان شاء الله. ثانك يو كابتن. ريول اليوم؟ ريول اليوم. بارك الله فيك. طبيعي تعايس، وشيء طبيعي مالي بارض، وشيء طبيعي مالي خاطر، وشيء طبيعي ما فيه هبع التمرين يا خير اصريت. شفت الانسان اللي غايض عمره؟ ما شيء شرات انك انت تقف ضد اللي خاطرك يباه، بالاخص اكيد خاطرك ما يبى التمرين، ما يبى المشي، ما يبى السباحه، ما يبى الصرف، ما يبى تظهر بيزاتك، كان لازم تدوس على نفسك. هي والله شو اسوي عاده؟ اكل وايد ما عليه، واكل حلا وايد ما عليه، لكن شو اسوي؟ من قله لا حيله. الهلاعه هذه الهلاعه، الانسان يقول هلع يطلب لازمي اللي هل نفسه تقوده ياكل اللي قدامه، كش اسوي؟ يعيبني الاكل، احب الاكل احب الاكل، كش اسوي؟ ما حد ما يوز له الاكل، عيشه بنادم شيره اكل وشرب، بحرم عمري بعد ساير النهار كله ما اكل شيء، من المغرب من الفير ما اكل بموت. شو وين 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 كابتن؟ خلصنا نحن من هذا. روح ما شاء الله عليك، روح روح بارك الله فيك، روح بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما طاوعني الحديد، اغير نفس اسمي من حسين لين فريد. ما شاء الله عليك يا حسين، الله يبارك فيك. ما شاء الله عليهم.